سهو اي عامل سهو من قلت لك محامين قاعدين يظهروا تو في الاعلام عامل سهو ما يلقسوري زاد عامل سهو وغير هبني خوري اكثر منهم محامين اليوم شكيب بختي يحكي ماكيش كمحامي هو اعلامي اكثر منه محامي ديجا ما انا ما عمري مريته في المحكمه بوتيتر ممكن وقت يرفع السهو ورجع شفته مره في محكمه مزرت اما هو اعلامي مش اعلامي بالاساس مش هو محامي إيه. هو معناه متفرغ محترف حضور في الاعلام عامل سهو مش يمارس في المحاماه متفرغ للاعلام ما يلقسوش خنقول لك حاجه خنقول لك حاجه اسمعني انا عندي تجربه كنت عندي تجربه في الاعلام وخرجت برشا في برشا منابر اعلاميه منابر اعلاميه وبرامج زيت المحامين عندهم حضور نوعي في كل المنابر الاعلاميه وانا بالعكس نفرح برشا كي نشوف المحامين منورين يأثر العالمية. طبعا بيان سور يأثر لانه المهنه هذه مهنه مفتوحه على كل قطاعات المجتمع اسمع ومفتوحه على القوانين ومفتوحه على الاجراءات وتعطيك تخلق لك الرفليكس سبيسيال فهمتني حاجه بركه على الزملاء هذوما المحترمين اللي يحضروا في الاعلام في الرياضه في السياسه في الفن في البارتو ها انهم ما يدخلوش المحاماه للمجال هذا خليوا المحاماه خلينا نكمل ناخذ رايك في بعض الاسم باه هذا شكيب درويش ما يلقسوري ما هي محاميه متميزه ومثقفه وهي إعلامية أيضا مثقفة ومتميزة فتحي المولدي فتحي خبير عن الرياضة أنا نتمنى فتحي المولدي مثلا يكون منتج في الـ في الـ في البرامج الرياضية مالجري أنه محامي جيد ومتميز محامي ممتاز أي محامي ممتاز شفتوا كيفاش معناها ثم دي بارادوكس تخلقوا ثم دي سيتواسيون ثم عباد ما تنجمش تخلي عليهم في الإعلام وهم بيدهم مغرومين بمهنتهم كمحامي أما أنا نتصورهم هذوما في الإعلام يبدعوا أكثر أكثر من المحامي ويعطيوا نزل اسم أخير قبل ما نتعداو الفقرة الثانية في الحوار منير بن صالح منير مشكلة كبيرة محامي الملفات الكبيرة يمكن والحارقة منير من الناس اللي يعمل أساسا منير شخصية بروفوكاتريس بيرسون بروفوكاتريس ممتاز راهو كمحامي شخصية مستفزة تعتبر اي محامي ذكي مش قلتوا منير كي يحضر يستفز فهمتني عندي ملفات كبيرة يمكن تمنيت راك خذيت منهم استاذ لا حتى انا عندي ملفات كبيرة ما نحكيش فيهم في الاعلام انا بدي عندي برشا ملفات كبيرة ما نحكيش فيهم في الاعلام وما نحكيش في الاعلام لاني انا احترم المهنة اللي انا باهي امشي نحكيهم بعد على بعض الملفات الكبيره على هيئه الدفاع للشهيدين محمد البراهمي وشكري بالعيد ايضا على الملف الاخير اللي عمل ضجه كبيره وليد زروق ونحكيوا عليه لكن قبل نقربوا لك شويه فقره شخصيه تعرفوا فيها على الاستاذ الانسان مش الاستاذ المحامي توت سويت أستاذ أول سؤال في الفقرة ذي قديش نسبة رضاك على مسيرتك كمحامي اليوم؟ والله 40% 40% دون المطلوب أقل من المستوى علاش؟ لأني أنا في وقت من الأوقات بخيل شوي لا مش بخيل أنا أعطيت برشا مجالات كما السياسة واحد برشا وقت على حساب المهنة متاعي وما عرفش ننظم روحي في على به أكثر موقف خليك تفتخر بالمهنة متاعك تكون فخور أنك محامي أكثر موقف؟ برشا موقف لا الأبرز والله شو شو قلت دارنير ما جاتني ثم مرة جاتني ولدها تسايب من الحبس في قضية كبيرة قضية من نوع قتل أي قضية قتل متهم هو بالقتل به متسايب تم مطلق صراحة أنت رفعت عليه دونك خلتني تكون فخور هي اعطينا شويه حيثيات الملف ماكش باش تعطينا اسمه وكل